يضحوا بحياتهم في سبيل هذا الوطن. وسيد درويش الكثير الذي لا يعلم عنه شيئا أو شاف الفيلم بتاعه، فسيد درويش قد قتل مسموما. وعندما تكرم الدولة ابن من أبنها 31 سنة، فأنا أشكر جمعية المؤلفين والملحنين بكل من فيها، أستاذ سيد حجاب وكل القائمين عليها من تطوير، وكل الرعاة، أعتقد أن تطوير من الرعاة، كل الرعاة اللي رعوا هذا الحفل العظيم. وطبعا عندما تكرم الدولة من خلال وزارة الثقافة، فأشكر معالي وزير الثقافة لهذا الاهتمام، وأشكركم شكرا. شكرا بأشكركم ألف ألف.